لو الحكاية فيها إن فيديو التكنولوجي والطب هيبقى فيها هندسة وراثية، تطوير وطفرة. فالتفاعل بين القطاعات ده حاجة مهمة جدا، وهي دي رسالة النهاردة، دور الاتحاد في تطوير الصناعة وتطوير المجتمع. طيب الاتحاد، اتحاد بنوك مصر، يمكن قليل يعرفوا ان الاتحاد هو من اقدم اتحادات البنوك في العالم، وهو اقدم اتحاد بنوك في المنطقة. جذوره بتعود ل 1936، ودي هي كانت معلومة جديدة ليا، انها كانت اسمها لجنة البنوك. لما ابتديت اقرا لجنة البنوك، وسنة 1954 كان أول مصطلح اتحاد بنوك مصر. حصل تغييرات بعد كده، بس هو حاليا اتحاد بنوك مصر، واحنا قدام كيان له تراث وله عمق ضارب، كيان قوي. الدور المجتمعي للاتحاد ده مش جديد. برضه عشان نكون واضحين. آخر ثلاث سنين، ومش هرجع لقبل كده، مش هرجع للسيول والأسوان وكده، بس البحث السريع ان اخر ثلاث سنين الاتحاد البنوك المصريه منفرده جمعت مبلغ يفوق المليار جنيه للمجتمع. صحه، تعليم، منح لطلبه متفوقين، ملاجئ، حاجات كتيره قوي، ما كانتش بس في القاهره، كانت في محافظات اخرى.